بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم آمين. تهنئة من القلب إلى الأخ الكبير عم الحاج كامل عطية، وخالص الدعاء لابنته الغالية أن يتمم الله عليها الفرح والسعادة، وأن يكتب الله لها القبول والهناء، وأن يوفق بينها وبين زوجها، وأن يجعل منهما الذرية الصالحة، وأن يحصنهما بحصنه الحصين، وأن يحفظهما من شياطين الإنس والجن أجمعين، وأن يجعل الفرحة والسعادة في بيوتنا وفي أولادنا وفي أحفادنا جميعا ببركة النبي العظيم والقرآن الكريم وسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. الله أكبر الله أكبر. ربنا يحفظك يا رب. لف على الناس عمار. وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك ضالا
وأما الساعة ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق أن يبارك الله للعروسين وأن يجمع بينهما على خير وأن يبارك لنا في أولادنا جميعا وأن يجبر بخاطرنا فيهم ببركة القرآن العظيم وسر الفاتحة. أطيب التهاني يا عبد الحميد كامل، أتم الله عليك النعمة وأقبل بقية الأولاد إن شاء الله. يا علي.